انت لازم تنولد بطل بالجينات تبعيتك وحتى تصير، مستحيل توصل للعالميه اذا انت ما عندك جينات. يعني بشبه لك اياها بشغله، مثال هلا ملكه جمال العالم للنسوان، هلا بس احسن بتجيب وحده بشعه تسوي ملكه جمال العالم، مش قد من سويت لعمليات تجميل وكذا، ولكن انت بدك تكون هي حلوه بالاساس، تعمل لها دايت مكياج كذا بتطلع ملكه جمال. ايوه وكمان الاجسام هيك، اذا انت ما عندك يعني هي الاستريك فيزيك، يعني الخصر الصغير والكتاف العراض، هي ما بتجي بالتمرين، هي وراثه من الله. يعني حتى شكل العضلات اللي انت بتشوفني ابطال العالم يعني المحترفين، كل صور الجسم بدون وجه بعطيك اسم كل واحد، لانه نحن العضل بنشوفه مثل الوجه له شكل. فهمت الفكره؟ هلا انت ما بتميز هذا الشيء بس انا بميزه. انا شو بدك؟ انا اول والشاب جاب ثاني وجاب ثالث. وانتو بشكل عام حماد يكون اكل خاص طبق كذا اشتغل عندنا نحن كبروفيشنال، يعني نحن عندنا ما في الا فيك عندك الاوف سيزون والان سيزون، يعني الموسم البعيد عن البطولات وموسم البطولات. بالنسبه للاعب محترف يعني وصل للمستوى اللي انا موصل له هلا بالرياضه، ما كثير بيختلفوا عن بعض، يعني اثنين اساسيات، اثنين نظام غذائي صارم، عندك اكلنا مكون من البروتين طبعا. هلا الكميات هي اذا بدي اذكرها مشان ما يسويها حدا مبتدئ، لانه كل شيء له مستوى. يعني نحن قبل البطوله مثلا ممكن يعني انا الدايت تبعي قبل البطوله باكل كلهم 3 كبسه بالفطور. هذا الحكي مش لاي انسان عرفت انه مبتدئ ياكل، انه كميه بروتين عاليه جدا يعني. قبل التدريب وبعد التدريب مقسم على مدار اليوم الاكل نحن كله، يعني هلا انا تاخرت شوي لان عم بطبخ الوجبه كله بالجرام، يعني عندنا ما في انه والله قلت مثلا صحن كذا او ما في هذا، عن كله عندك 50 جرام 60 جرام 100 جرام 30 جرام انه كله بالجرام حتى يصير هلا. طيب طبعا يعني خاصه وقت البطوله حتى المي بالملي لتر بنشرب. ايه المي المي، لانه انت وقت عم تشوفني بالكومبيتيشن سير هي مو بس ما في يعني ما في دهون، هي ما في سوائل في الجسم. شكلي انا اول مره بدخل على النادي طبعا. لا تغروا لا تغركوا المظاهر، هذا كله لبس. مع نور الدين.